في رسالة بعثها لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس عن تقدير منظمة الصحة العالمية لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للحد من نطاق وأثر جائحة مرض فيروس كورونا، وعبر عن اعتزاز المنظمة بدعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لصناعة زخم مجتمعي عاجل وواسع النطاق لوضع حد لهذا المرض بأسرع وقت. وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية إن لدور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر في تعزيز التضامن بين الشعوب أهمية حاسمة في نجاح الاستجابة الوطنية والدولية في التصدي لفيروس كورونا، منوها بأهمية دور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في وقوف المجتمع الدولي موحدا للتغلب على هذا الفيروس الذي لا يعرف حدودا جغرافية ولا سياسية، مشيدا بالقيادة السياسية لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التي لا غنى عنها لتسخير الجهود المحلية والدولية لمواجهة هذه الجائحة. وأحاط المدير العام لمنظمة الصحة العالمية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بلقاءاته مع البعثات الدبلوماسية العالمية في جنيف لإطلاعها على آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا والخطة الاستراتيجية للتأهب والاستجابة للمرض من أجل توجيه الجهود الدولية حسب الوضع الخاص لكل بلد. وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أنه ومنذ الوهلة الأولى التي أعلن فيها عن هذا الفيروس قمنا في الحكومة بوضع خطط وقائية واحترازية سريعة للتعامل مع هذا الفيروس، ونجحنا في الحد من انتشاره لأننا كنا في البحرين كلا بحسب موقعه جنديا يحمي وطنه ومجتمعه من هذا العدو. لافتا سموه إلى أن إجراءات الحكومة لم تكن قائمة على ردة الفعل أو التعامل مع الموضوع بحسب تطورات الحالة، بل على العكس كنا مبادرين وسباقين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والحشد الشعبي والتثقيف الإعلامي وتحفيز الروح المسؤولة وتعزيز ثقافة أن كل مواطن مسؤول عن حماية وطنه ومجتمعه من هذه الأزمة الصحية العالمية باتباع إرشادات وتعليمات الحكومة. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود الطيبة التي تبذلها منظمة الصحة العالمية في شحذ الجهود الدولية وتوحيدها في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا سموه بأن التوجيهات للجهات الحكومية المختصة جاءت بالتنسيق الدائم مع المنظمة وإطلاعها أولا بأول بمستجدات الوضع في المملكة والإجراءات التي تبنتها الحكومة لمواجهة هذه الجائحة. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة وبتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قامت بكافة الإجراءات لمكافحة هذا المرض على الصعد الصحية والاقتصادية والتجارية لمواجهة فيروس كورونا، ومنها تفعيل بروتوكولات الطوارئ ومواجهة الكوارث ووضع خطة وطنية لمواجهة المرض، منوها سموه بالجهود الموفقة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في هذا الجانب.